وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. سي شاهو، مرحبا بكم. وعود لا تنتهي من قبل حكومة العبادي، هل تعتقد أن المتظاهرين سيحملون وعود الحكومة على محمل الجد ويعطونها فرصة أخرى؟ تفضل. تحياتي لكم. بداية، المواطنين العراقيين عندما خرجوا بمطالب بدائية عندهم خبرة في الكذب المعتاد عليه من قبل حكومة العبادي. أنا أعتقد أن حكومة العبادي أعطت وعود أكثر من حكومة المالكي ولم تنفذ أي وعد من هذه الوعود. الحكومات العراقية منذ 2013 تعد بتصدير الكهرباء وإلى الآن لم تحل مشكلة الكهرباء في أي محافظة من المحافظات العراقية، وبالتالي لا يمكن خداع المواطنين بوعود كاذبة. طيب، نحن نسمع اليوم تصريحات من وضع آليات العمل وامتلاك برامج كاملة للنهوض بالواقع الخدمي وعناوين براقة وجميلة، ولكن لا أثر لها على أرض الواقع. هذه آلية كيف قاموا بتأخير الاحتجاجات في المناطق السنية التي كانت موجودة في عام 2013 حتى بعدها انقضوا عليها، الآن يعتمدون على نفس الخطة لتغدير المواطنين وأيضا وعود كاذبة وتشويههم بهدف القضاء على هذه الحراك الذي أصبح يشكل خطر على الطبقة السياسية الموجودة في المنطقة الخضراء. طيب، وبالتالي لا يمكن أن يتماشى أو يمشي هذه الوعود الكاذبة والوعود المستحيلة. يعني في حال أرادوا أن يطبقوا وعودهم لا يستطيعون، لأنك مع منظومة فاسدة لا يستطيع أن يقوم بالإصلاح. أي خطوة إصلاحية في العراق يعني إنهاء هذا الحكم. يعني هؤلاء ميليشياويين لا يستطيعون أن يقوموا بأي خطوة إصلاحية. طيب سي شاهو، يعني من ضمن الوعود الحكومية برامج تنموية واستثمارية، لكن السؤال هنا، هل البيئة السياسية والتشريعية والأمنية ملائمة لهذه البرامج؟ بلا شك غير ملائمة. وأصلا إذا تذكرنا مؤتمر الدولي لإعمار العراق في الكويت والوعود بمنح المليارات، أي أصلا الشركات ليست لديها أي ضمانات لتدخل إلى العراق. أنت أمام ميليشيات، أنت أمام سياسيين، ولكن ليست أحزاب سياسية بل سماسرة مال وسلطة ومصالح وحروب. هؤلاء لا يمكن الوثوق بهم، الخارج لا يثق بهم الآن، فكيف هم يستطيعون أن ينجزوا مشاريع إصلاحية؟ المشاريع الإصلاحية يتم تنفيذها عن طريق وجوه جديدة لم يتم لطخ أيديها بالدماء والفساد في العراق، وأيضا بإشراف دولي. الآن بعد مؤتمر الدولي لإعمار العراق لا يوجد أي حركة من هذه الجهات لإنجاز مشاريع استثمارية حقيقية في العراق. ونرى أن الساسة في العراق مصرون على الارتباط بإيران حتى لو تسبب هذا بتدمير العراق بالكامل، وبالتالي لديهم شك وخوف من فتح العلاقات مع باقي الدول في سبيل خدمة العراق. لا يريدون أن يقوموا بخطوات تزعج إيران حتى لا ينتقم منهم، لأنهم مرتبطون بإيران. سي شاهو، يعني لماذا برأيكم لم يصبر المتظاهرون على وعود حكومة العبادي؟ ألم يكن من الأحرى أن ينتظروا حتى يروا نتائج تلك الوعود؟ لأن هذه الوعود جاءت مع إجراءات قمعية تدل على أن العبادي ليس جديا في تحقيق مطالب الجمهور. اليوم هيومن رايتس ووتش، المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان، تقول أن الشرطة العراقية وأجهزة الأمن العراقية استخدمت القوة القاتلة في قمع المتظاهرين. هذا ليست الميليشيات، بل هذه القوة التي دربها العبادي ويريد أن ينافس بها الميليشيات هي أسوأ من الميليشيات. فكيف يكون هناك نية للعبادي للإصلاحات؟ العبادي الآن يفكر فقط في ولاية ثانية، وبالتالي سوف يلجأ لأي أسلوب سواء بالقمع أو تغدير المواطنين حتى ينتهي هذه الاحتجاجات ويحصل على هذه الولاية الثانية. وهو لا يستطيع أصلا، هو عاجز عن تحقيق أي عمل تنموي أو عمل استثماري أو أي تقدم ملحوظ، لأننا نرى أن البنية بالكامل هي بنية فاسدة، وأن الأحزاب الحاكمة في العراق لم تقم بإنشاء منظومة صحية سليمة يكون فيها بعض الفساد، بل هي منظومة كاملة في الفساد، ولا يمكن إصلاحها من تحت، بل يجب إصلاحها من فوق من رأس السلطة. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.